خويا انا كنت ركبانه في واحد الحافله طوبيس غدا غدا باش نترزق على وليداتي. بغيت نهبط ست عليا الشيفور الباب ديال الطوبيس. قبل ما نهبط ستح عليا الباب ديال الطوبيس، تهرس من يديا. كنت كنحس بالحريق والحريق في يدي، ما عرفتش شنو وقع ليا في يديا. كنغوت كنقول ليه راه يدي ما عرفت مالها. مشيت عندو الباب القدامي كنقول ليه يدي ما عرفت شنو وقع ليا فيها، راه ستيتي ليا الباب، سخبت عليا الباب ديال الطوبيس. ما تسوقش، هز عليا يديه وسد الباب وزاد كسير الطوبيس وزاد خلاني في ديك البلاصه. بقيت بوحدي، ما لقيتش شي مساعده، ما لقيتش واحد اللي غادي يعيط على يعني لا بيلانس ولا شي نيوك معاه. صافي شديت الطاكسي ومشيت عند الشاف ديالهم تما في زكان. صيفطني لسبيطار ديال زكان، قال لي سير لسبيطار ديال زكان. مشيت ومحيت مع بوحدي وما كاينش اللي يوقف معايا. انا ما عنديش الحاله ديالي ضعيفه، يعني ما كاينش باش وهذا وتكلف بيا غير يعني الطبيب ديال العظام لحني الفرملي. فرملي ما عرفش قاد ليا القبص، زير ليا القبص على يديا وتقاسوا ليا العروق. العروق يعني مشيت انا شحال من طبيب دابا دوزت عندو. يعني عندك عندي دابا الطبيب الاخراني اللي دوزت عندو قال لي ودي راه عندك مشكل في يديك، يعني رائعة حاله اعاقه في يديك دابا. ما يعني هذه الحاله تسبب لك حاله اعاقه. يعني الحاله صعيبه شويه، يدي ما نعرف تقدر ترجع تقدر ما ترجعش. ولا يعني قال لي ممكن دير واحد العمليه يقدر باش حنا غير نديرو معاك مستحيل، ولكن ديك العمليه كتطلب ايش حد تقريبا تكلف هاد العمليه. ايوا وما مازال ما قال لياش، وحيت ما مازال ما قال لياش شحال. قولي العمليه ضروري غتكون يعني غاليه، حتى 3-8 الفوق راه يعني ما راه يدي راه العروق هذوك ديال الدماغ اللي تقاسوا ليها صعيب الوقت شويه صعيبه. يعني واحد الناس ما عقلوش عليك؟ ما عقل عليا حتى واحد. الطبيب ديال العظام كنرجع عنده كنقول يدي راه ما هي في خير، ما كيعقلش عليا، كيجري عليا عوض ما يشوف يدي ويشوف الحاله ديالي كيجري عليا. الفرملي كنرجع عنده كيقول لي كنقول ليه درتي ليا القبص، راه ملي حيت القبص وانا يدي راه ما هي في حاله ما كيتسوقش ليا. هذاك الشيفور ديال الطوبيس نهار اللي وصلته الشكايه جا هنا طالب تنازل، خاف على راسو قال لي راه غادي نضرب 3 شهور الحبس وغيمشي ليا بيرمي دير ليا تنازل. قلت لي انا وقف معايا بعدا، انا يدي ترجع ليا كي كانت بعدا يدي داويني، وقف معايا في الحاله ديالي كتشوف حالتي كي دايره وانت كيفاش غندير لك التنازل. قال لي انا ما عنديش باش نوقف معاك، هادشي اللي خسر عليا صافي. ومني مشى من ديك الساعات معاود تسوق معاود صونا معاود قال لي حتى كي بقيتي ولا سول ولا حتى شي حاجه والو. انا يدي ضعت فيها دابا الظروف ديالي الحاله ما هي حاله. يعني انت ربما اللي كنتي كتخدمي 3 الوليدات والخدمه بقات عندي خدمه ما بقيتش كنقدر نخدم. بقات يعني كنت هزه اسره وانا دابا ما بقى عنديش ما بقات خدمه في اش من كنطلب منهم انهم اذا يشوفوا الحاله ديالي هذه الدية ويشوفوا يحل قلبهم انه يوقفوا معايا في الدية الدواء. الناس ما كيطلب شي حاجه مستحيله، كيطلب غير الحاله الصحيه ديالو انسان ترجع كي كانت وصافي. ما كيطلبش حاجه، ما انا ما طالبش حاجه من هاد الدنيا يعني شي حاجه كثيره، ولا طالبه غير يديا ترجع كي كانت. قول للناس الرقم يعني اللي بغى يتواصل معاك اللي بغى يتعاون معاك. الرقم ديالي 06-3-2-6-0-8-9-6-2 06-3-2-6-0-8-9-6-2 كدير يعني العيشه ديالكم داخل يعني هذا البيت. الحاله ديالنا مكرفصه، حنا في هذا مستورين في هذا الدار، ولكن واخا الحاله انا ولادنا مكرفسين من ناحيه البرغوت من ناحيه العقارب. نقول كتلقاو العقارب؟ ايه كنلقاو العقارب الحناش، يعني شحال من خطره لقينا الحناش، شحال من خطره كنكونوا 12 الليل وحده الليل يعني كاع الا الله يستر
تلقى شي واحد في ولادنا راه ما كاين حتى فين غادي تعتقوا في السبيطار في الخلا و ساكنين في الخلا ايه ساكنين حنا في الخلا الحاله ديالنا راه لا اله الا الله وصافي وربي اللي طالع بينا حنا طالبين الأمنية ديالي هو يديا ترجع اولا يديا ترجع كي كانت و وشي سكونة لولادي نسترهم فيها تحيدوا من هذا التكرفيسه وصافي هذا الشيء اللي طالب ملي كتكون الشتاء كتكون عاوتاني تكرفيس يعني ممكن كنقولوا ممكن تضرب علينا في اي في لحظه البيت كله البيت بيوتو كاملين كيتكبوا علينا كلشي الفراش ديالنا كيفزك كلشي الحاله ديالنا مكرفسه ملي كيكون الصيف كيكونوا مخلوعين عاوتاني الحناش والعقارب وتكرفيس الماء ما كاينش مكرفسين ما كاينش الماء لا كنسقيو الضو كنخلصو رسالتك الأخيرة نعم رسالتك الأخيرة شو رسالتي الأخيرة هو الناس المحسنين إلا كاين شي محسن شي واحد إلا وقف معنا في يديا أولا ترجع ليا يدي كيف كانت إنما ليديا كل شيء راه ما بقيت كنقدر ندير حتى ولادي ما بقاش قادة نقابلهم ما كنصب ليهم ما عنديش كي ندير نطيب ليهم بنتي ما لقيتش كيفاش نمشطي حتى شعري والله راني ما لقيتش كيفاش نقابلها الحالة ديالي بزاف بزاف صعيبات بيد وحدة راه ما يمكنش بنادم يعيش بيد وحدة وبالأخص وليدات باقيين صغار وباقي محتاجين ليا بزاف